غنجيكم من الاخر. اه تنطوا ليا مزيان من الاخر. الخدمه ما غديكم حتى شي بلاصه. اللي غيقدر يديكم لشي بلاصه هي مهنه. عندك مهنه سوبر، حيت المهنه كتبقى دائما في كتافك، ولكن اللي غيخليكم تمشيو بعيد 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 وتوليو الفوق بحال الباجاج ماشي لتحت بحال الزرابي، هي التقنيات اللي غادي ديفلوبي في حياتكم كامله. سي لي سكيلز. الا ما عندكش لي سكيلز راك ميت وحي وما في خباركش. لي سكيلز منين كيجيو؟ سي تري بيان. الفيلمات اللي كيتثقفوا، الكتوبه اللي كيتثقفوا، لي فيديو اللي كاينين سوغ لي ريزو سوسيو، اي سورتو كاع لي فورماسيون اللي كديروا على راسكم، حيت هما اللي كيخليوك كتعلم من عند ما احسن منك، كتطبق الحوايج اللي هما عندك جداد وما كنتيش كتعرفهم، وكتخليك تزيد القدام. دونك من الاخر الا بغيتوا تطفروه انفستيسي سور فو ميم، انفستيسي سور لي فورماسيون، انفستيسي سور الحوايج اللي غادي يخليكم تزيدوا القدام. مثلا ديروا ان تشالنج، ليزي ان ليفغ باغ موا باش تبداو، ان ليفغ باغ موا. عرفتي الا قريتو كتاب في الشهر لمده 5 سنين غتوليو ان اكسبير في شي حاجه اللي درتوها في بالكم. دونك جو بونس كو ليسونسييل اي دي. غنعطيكم ميعاد كل اثنين، علاش؟ باسكو ان بون كو دو بيو فاس سايد بوغ افونسي. كانت معكم ناهد رشاد، هذا هو، الله يحفظكم.